منشية فؤاد أو عزبة الصفيح كما يطلق عليها سكانها هي قرية صغيرة بمحافظة كفر الشيخ. تجد في القرية السكان والأطفال والمباني والقمامة. يغطي أرجاء القرية أكوام كبيرة من القمامة التي تتراكم يوميا. هنا وسط هذه القمامة يلعب الأطفال يوميا كمشهد اعتيادي في يومهم. عيانة اهو عيانة وعايزاها مرض تاني. يلا نجيب ناكل عشان خاطر انا مش لاقي اكل راجل ميت وماليش حد ولا ربنا. صبر الجرح ماشي بتاع انت اربع اسر متجوزين اربع اسر النهارده علي شنه واداه شقه مش عارف ايه تحور ده ولا فانا شقه ولا غير شقه اللي هتطلبينه تنقاش وتنباع لها. ويمارس السكان حياتهم اليومية مستسلمين لزحف هذه الأكوام وتراكمها يوميا وكأنهم يعاقبون لاستهلاكهم لهذه القمامة. المنطقة دي فيها حوالي من 1100 مثلا فيها طلبة في جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي. والناس هنا اللي هم مش أصحاب الدخل المحدود لا الدخل المعدوم نهائي. طيب يا شيخ طيب يا شيخ.